ألا يسأل، يقول شاب كان يدخن ثم هداه الله وهو يسأل عن دين كان عليه من لبائع الدخان، هل يقضيه أم لا؟ هو مشتري دخان بدين، هل يقضيه أو ما يقضيه؟ ما يقضيه، لأنه حرام، لأنه ثمن حرام. وإن طالبه عند السلطة فهو يحضر عند القاضي ويبين إنه شرى منه شيء محرم، إنه شرى شيء محرم وثمنه حرام والعقد غير صحيح. أظن إن شاء الله أن القاضي لا يلزمه بذلك إذا كان يقضي بالحق.